المفاجأة، في نساء تبان ناعمة قوي وتظهر ناعمة قوي، ايه ده؟ ايه الرقة والنعومية والهدوء والجمال ده؟ انما في نفس ذات الوقت انيابها حاد قوي قوي، وهنا المفارقة الغريبة بقى. يلا بينا. اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم. وسريعا كده ده اللي ما اشتركش ان هو يشترك والجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه، وكله اتوقع كل انثى تتوقع مركزها هيجي في المركز الكام او برجها في المركز الكام. احنا معانا كل النساء من ال 12 للمركز الاول، ولو انت رجل قول لنا برج حبيبتك هيجي في المركز الكام، لان انا بقرا كل تعليقاتكم في ال 12 اشرس نساء الابراج، والا ما كناش سميناها زعيمه العصابه انثى برج الاسد. انثى برج الاسد لا، هي شرسة وأنيابها زهرة، ومفيش بقى لا حتة إن هي هتبان لك رقيقة أوي، لا هي على وشها الشراسة وعلى وشها الشقاوة وعلى وشها المشاكسة، يعني من بره ومن جوه هي شرسة، أنيابها حادة. إذا مش داخلة معانا في حلقة النهاردة. أعلى منها في المركز الـ11 أختها الفارسة العنيدة، ده كاريزمة أنثى برج الحمل فتاكة دباحة، يعني تختلف عن نساء كتيرة قوي. لا مش هتشوفها برضو هادية ورقيقة وناعمة. أنثى برج الحمل ملامحها قوية ومعبرة، ويعني معبرة قوي كمان، فاللي ظاهر زي اللي جوه زي اللي بره، مفيش حتة ان انت هتحس ان هي ناعمة قوي وبعد كده تلاقي الانياب حادة قوي. في المركز العاشر بقى عشان ننتهي من الاخوة الناريين تماما، الشعنونة، ما هي نفسهم شرحهم اختهم، بتشترك في صفات كتيرة قوي معاهم. انثى برج القوس نفس الكلام، بخ كده في وشك، ما فيش حتة الهدوء والرقة والنعومية دي في البدايات. ده كل النساء النارية او الثلاث نساء الناريين نساء كده الحرارة عاملة شغل، النشاط والباور بتاعهم عالي، نساء شقية وبيبان عليها قوي، عشان كده ما انتش هتقول نساء هادية وناعمة قوي، انت هتقول عليهم نساء نغشة وشقية قوي. هنبدأ بقى ندخل في منطقة وسطى كالعادة، اقول توقعوا، ولو شايفين الحلقة حلوة ندوس لايك نشير توصل لبقية اصدقائنا. الجدي في المركز التاسع، المرأة الحديدية. المرأة الحديدية هيبان عليها شيء من أشياء أو نوع من أنواع السكون، الهدوء، الرزانة، إنما في شراسة في الموضوع، في حدة في الموضوع، في قسوة إن لزم الأمر، عشان كده ما نقدرش نقول عليها داخلة قوي في موضوع حلقتنا. هي أنثى جديدة، دايما أنا بقول أنثى برج الجدي ما تقلقوش، هنعمل إن شاء الله بكرة وبعد الحلقة بتاعتكم، ظروف بس التعب اللي كانت عندي اللي أخرتنا شوية. نخش في الجد بقى ونوصل للمركز كده الثامن، نلاقي الدلوية. الدلوية ناعمة وهادية بس أنيابها مش حادة، هي الفكرة في كده، يعني ما تقلقش أو مش هتتفاجئ، إنما نساء القمة تحديدا رباعي خط النار هم دول اللي انت يعني هتبقى مذهول، هتحس ان انت يعني هندخل عليهم دلوقتي. فالدلوية رقيقة من بره ومن جوه، ما عندهاش هي الانياب الحادة، هي انثى قوي قوي يعني ورقيقة وعد بقى وقوة ناعمة ضاربة وصارخة وكلام كتير قوي. نعلى نخش في المراكز اكتر واكتر، نلاقي الفرفوشة الجوزائية في المركز السابع، وبدأنا ندخل في الجد. أنثى برج الجوزاء نغشة شقية ويعني مش هادية أوي، عشان كده مش هتقول ناعمة أوي، إنما من بعد أنثى برج الجوزاء بدأنا بقى ندخل في موضوع حلقتنا أو نقرب منه لما نلتقي الثورية. أنثى برج الثور هادية ثابتة رزينة وهدوء، ولكن المخالب ساعة ما بتطلع والأنياب ممكن تعور، ممكن تأذي وممكن تجرح، عشان كده أوجه تحذير قوي زي التحذير اللي وجهته كل بلدان العالم اليومين الأخرة لما صاروخ الصين فلت، ربنا يستر وما يوقعش علينا يعني. فأنثى برج الثور في المركز السادس، العذراء قنبلة الذكاء في الخامس، وده موضوع حلقتنا حرفيا بقى. الخمس نساء دول هم لب الحلقة وهم اللي داخلين في موضوع الحلقة. العذراء هتبان كده هادية
ورقيقة وبسكوتة وجميلة وكل حاجة، إنما الوجه الآخر الأنياب الحادة موجودة، وأنا حذرتك وقد أعذر من أنظر، وذنبك على جنبك بقى. إنما كالعادة كل ده في منطقة، ورباعي خط النار في منطقة تانية خالص. مين توقع المركز الرابع؟ مين الأنثى صاحبة القوة الناعمة الضاربة اللي معانا في المركز الرابع ورباعي خط النار؟ نساء الرباعي أو النساء الأربعة اللي في القمة كلهم صاحبات قوة ناعمة ضاربة قاتلة تصيب الجميع في مقتل من أول البونبوناية، أنثى برج الحوت اللي في المركز الرابع، من أرق وأنعم النساء. وفي نفس الوقت ده جاية في المركز الرابع عندها أنياب حادة أوي، إذا أظهرتها تتفاجئ أنت أوي. ولذلك قلنا إن أنثى برج الحوت من أكثر النساء الانتقامية. خلي بالكم، شئنا واختلفنا، اتفقنا، اتخانقنا، أيا كان، حقيقة لا يمكن إن احنا نهرب منها. أعلى منها في المركز الثالث وأشد منها مرتبة الأنثى الأخرى صاحبة القوة الناعمة الضاربة، البسكوتة السندريلا، أنثى برج السرطان. يا خرابي على الهدوء وعلى الرقة وعلى الأبوء، بسكوت يا ناس، بسكوت السرطونة دي. إنما وحياة غلاوتك عندي عندها أنياب حادة قوي قوي، وبرضو من أكتر النساء الانتقامية. خلي بالكم، وإلا ما كانتش تيجي معانا في المركز الثالث. في المركز الثاني بقى العسل، أنثى برج الميزان. أنثى برج الميزان وبمزاجها لو حبت ترسم عليك الدور هتخليك مقطف قوي، سوري في اللفظ يعني، هتبقى لذيذة وهي لذيذة، ورقيقة وهي رقيقة، وناعمة وهي ناعمة. إنما الميزانية ممثلة بارعة قوي، إذا حبت إن هي تعمل حاجة زي كده هتجيد فيها، فأنت بينك وبين نفسك وبينك وبين أصدقائك هتقول مفيش أنثى في الدنيا زيها، ولا قابلت ولا هقابل زي العسل أنثى برج الميزان. إنما بقى اللي إذا كشفت عن أنيابها وإذا أخرجت أنيابها، هي عندها أنياب حادة قوي قاتلة ومميتة، وأحذرك دايما من الميزانية، ولذلك دائما هي مصدر إعجاب لكثير جدا من الرجال، لأنها بتعمل ميكس كبير قوي بين حاجات كتير قوي إحنا كرجال أو نوعية معينة كده من الرجال بنحبها. إذا كان ده حال اللي في التاني ورباعي خط النار، فما بالكم بمتصدرة الترتيب الأنثى اللي بتجلس على عرش النساء كلها في حلقة النهاردة، العقربة فارسة الأحلام. دي داهية من الدواهي وأنعم من النعومية، وتمتلك كل الأساليب وكل الأسلحة، وتقدر أوي إن هي تظهر لك ملاك. ملاك يا ناس، مش ممكن. ايه اللي انا شايفه وايه اللي انا سامعه وايه اللي انا حاسه؟ وبعد كده لما تشوف الانياب ممكن تتندم ندم عمرك. مع العقربة بتتصدر كل النساء في حلقة النهاردة، عشان تيجي اكتر انثى او من اكتر الاناث اللي ممكن تبان ناعمة اوي وهادية اوي ورقيقة اوي، لكن احذر مخالبها حد اوي. اكتبوا لي بقى اراءكم في حلقة النهاردة، بكون سعيد. شيروا دوسوا لايك قنواتنا التانية اللي بيسأل ازاي تواصل معايا، كل ده في وصف الفيديو في التعليقات، وإلى اللقاء.